ومع نهاية القمة لمباراة الأهلي والعين النهاردة، الفوز المستحق للنادي الأهلي، إيه رأيك في أداء نادي العين النهاردة؟ والله نادي العين ميدو النهاردة علامة استفهام كبيرة. المدرب ما كانش مذاكر اللعيبة كويس، مش محضر للمباراة، أخطأ بالجملة. النهاردة أنا أقول لك برضه خلينا نتفق إن نادي الأهلي النهاردة فوز مستحق، يعني الأهلي فوز مستحق، ولكن كان في علامة استفهام في الأخطاء التحكيمية. في كورة لياسر إبراهيم كان ممكن، وفي كورة تاني ضربة الجزاء الأخيرة، بس الأهلي مش معنى كده النهاردة فوز مستحق. علامة استفهام على المدرب، المدرب النهارده مش مذاكر النادي الاهلي، النادي الاهلي بيلعب على المرتدات وعنده عناصر هجوميه وتحولات هجوميه وروح عاليه، النادي الاهلي انت ما ينفعش تلعب معاه ب 4 4 2 وتلعب. شفنا ارتدات المدافعين، ارتدات بطيء جدا، شفنا خروج بالكوره، خروج سيء جدا، اللعيبه مش محضره ذهنيا كويس، اخطاء بالجمله، خروج بالكوره صعب. الهدف الاول مفيش تنظيم، اللعيب يعني عايز يطلع بالكوره والنادي الاهلي بيلعب بضغط عالي، مطلوب منه ان هو يجيب جون، فانت في اللحظات دي المفروض تلعب الطوليه. شفنا كمان النادي الاهلي بيلعب على الطوليه، وسام ابو علي بيستقبل الثانيه وهجمات مرتده، الجناحين ما بيرجعوش، مفيش مساندات دفاعيه، اخطاء، المدرب مش مركز، تغييرات كلها غلط. النادي العين النهارده للاسف ممكن يكون اثر عليه الضغط الجمهوري، اداء عليه استفهام، علامه استفهام كبيره بسبب المدرب. المدرب النهارده اتحمل هو واللعيبه عدم التنظيم اللي كان واضح، والاخطاء الدفاعيه الكتيره، حتى التحولات الهجوميه كانت صعبه، ما شفناش مستحوذ استحواذ سلبي، الكوره بيخرجوا بيها بشكل خاطئ، ما فيش اي خطوره، فيستحقوا النهارده الخساره. ونتمنى التوفيق لنادي العين الفتره الجايه. مين النهارده فوز مستحق للنادي الاهلي؟ كلمنا عن اداء نادي الاهلي واسبابه للفوز. والله النهارده يا احمد شفنا لعيبه الاهلي كانت نازله مذاكره لعيبه العين كويس جدا، قدروا ان هم يضغطوا عليهم من الشوط الاول، من اول دقيقه قدروا ان هم يضغطوا على اللعيبه، وده شفنا منه الهدف الاول بالظبط. كان ده من كتر الضغط اللي عملوه نادي الاهلي على نادي العين. وشفنا كولر بقى في الشوط الثاني ان هو بدا ان هو يمسك خط الدفاع كويس، التنظيم الدفاعي قدر ان هو يمسكه كويس، قدر انه بعدين يقدر ان هو يقطع الكره، بمجرد ما هو يقطع الكره من فرقه العين بيقدر ان هو يعمل مرتده، وقدر ان هو عن طريق المهاجمين ان هم يقدروا يستحوذوا على الكره اكتر، وده شفنا منه الهدف الثاني بتاع امام عاشور، وما كانش فيه حد يتابع معاه خالص بالظبط. وشفنا كولر النهارده ان هو قدر ان هو يعني يسيب فراغ شويه للاعيبه العين، وان هو يقطع الكره. نص الملعب بتاع نادي الاهلي النهارده كان ماسكه محسن حاتم صلاح وامام عمرو شهري. شفنا كمان يعني لعيبه الاهلي كان بتلعب بجمهورها النهارده، قدرت ان هي تقاتل على المباراه، قدرت ان هي تاخد اللقب، وفي نهايه اللقاء نقدر نقول مبروك للنادي الاهلي وحظ سعيد لنادي العين.